هل سمعت يوماً همسات البرية تناديك؟ تعرف على السيرة، روح تجذب المتجولين إلى البرية في ليلة ما. تبع متجول نداء السيرة الساحر. كلما تعمق، شعر بجاذبية المجهول أكثر. فجأة، تحولت الهمسات إلى صرخات استغاثة مرعبة. شعر بالذعر عندما أدرك أنه ليس وحده في الغابة. كشفت السيرة عن طبيعتها الحقيقية في الظلام. تعثر في فسحة مليئة بصمت مخيف، يائساً، نادى، آملاً في إيجاد طريق للعودة إلى المنزل. في تلك اللحظة، تلاشت الهمسات، تاركة إياه في ظلام دامس، بشجاعة، عاد أدراجه بحذر، أخيراً، تحرر من قبضة السيرة المخيفة. لكن الهمسات بقيت في ذهنه طويلاً بعد هروبه. هل شعرت يوماً بنداء البرية؟ شارك قصتك.